أعتقد بأن حكيم بن شماس انتخاب ديالو كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة يوم السبت الماضي أعطانا درس في الديمقراطية، وكان واحد التمرين سياسي ونجح بامتياز لأنه كانت فيه الشفافية، كانت فيه الديمقراطية، وتحترمت فيه جميع المساطر خاصة القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، واللي كانوا فيه المرشحين سبعة ونسحبوا واحد بقاو ستة، واختيار ديال شماش كما قلت له من المؤهلات، له من المؤهلات التكوينية والمستوى والتجربة وما يؤهله باش يكون أمين عام ديال الحزب ويقود المرحلة، هذه المرحلة الانتقالية. أنا متأكد بأنه سيقودها بنجاح، لأنه تدرج في عدة مسؤوليات. نعلم بأنه كان رئيس ثاني مقاطعة جماعية في المغرب، هي مقاطعة يعقوب المنصور، وهي مقاطعة شعبية، مقاطعة كبيرة من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان، ونجح في التسيير ديال هذه المقاطعة من 2003 حتى 2009 من عام ديال حزب الأصالة والمعاصرة.